المبدأ الذي عملت به الحركة الأمازيغية وعمل به المعهد، وأقول أنه أصبح مبدأ الآن وهو الحرف الذي سيعتمد وهو معتمد اليوم، ولا داعي لطرح النقاش مجددا حول هذه القضية. مسألة أساسية حسم فيها من خلال الممارسة. انت فينا طبعا شي حاجة أخرى اللي بغي كل شيء على الأخرين جماعة. أعتقد أنه هذا الأمر هذا طبعا له صعوبات كذلك، لكن هذا اختيار تم القيام به. أنا كنت أتكلم معكم هذا الشيء وكنطلب منكم إلى عندكم شي سوية مرة تخرجوها لي باش نزيد نتعلم شي شوية، باقي ضعيف على هذا المستوى.